انا بقى في حاجه بتلفت نظري جدا في كل اللجان بصراحه، مفيش لجنه ما في الاهلي غير لما بتشتغل مش على فئه عمريه واحده، تلاقي لكبار السن جدا والصغار السن جدا، كله رجال سيدات اطفال كله، يعني برضو ده مش سهل ان انت تقدم منتج بيفيد كل الاعمار. يعني بص، هو احنا كنا حريصين ان احنا لما نيجي نشتغل مع اللجان ان احنا نوجه البرامج للشكل ده، لان اولا وكده احنا بيحكمنا الدستور اللي هو اسمه عيله الاهلي، فاحنا مش بنبص على فئات مختلفه، لا احنا بنبص على العيله كلها. ازاي كله يستفيد بالظبط؟ ازاي لما اعمل اكتيفيتي للاطفال، ازاي الابهات الاب والام يشاركوا فيه هما كمان، يعني مثل متجر الطفل، كان الطفل هو اللي قاعد على الترابيزه، هو اللي بيعرض حاجته، والاب والام وراه ممنوعين ان هم يشاركوا، مش طالبين ان هم يشاركوا، بس قاعدين بيتفرجوا، قاعدين مبسوطين، ويفكوا منهم الفلوس والحاجات دي كلها. حتى عاملين ان شاء الله يوم الخميس 24 سبتمبر او الجمعه سوري 24 سبتمبر ماراثون رياضي لكل افراد الاسره، لجنه الترفيه. احنا بقى لنا سنه دلوقتي انا وكريم عايزين نشارك في ماراثون وما حصلش. تعالوا تشاركونا، خدنا معاك بقى يا استاذ حازم المره دي. الشيخ زايد يوم الجمعه ان شاء الله 24 9 الساعه كام تقريبا؟ هيبقى اكيد بعد الساعه 24 9 لسه شويه عندنا وقت. لسه اللجنه الرياضيه الترفيهيه الاستاذ حسين عناني عاملها ان شاء الله، ده ماراثون لكل افراد الاسره. وحد عنده عجله يجي ولا ما عندوش؟ لا، ماراثون جاي. جاي ما شاء الله. العجله فاتت عملناها قبل كده وهنعملها تاني ان شاء الله. انتوا تقريبا ما فيش حاجه ما اتعملتش، يعني دايما احنا حتى في 10 الصبح في الاهلي، يعني لو ما كانش يوميا يبقى اضعف الايمان يوم ويوم لا، لازم نكون بنتكلم بمنتهى السعاده عن ايفنت ما ناجح من تنظيم لجنه ما من لجان النادي الاهلي. فانتوا بسم الله ما شاء الله الاجنده عندكم تكون مكدسه، يعني اليه التخطيط اصلا للايفنتات المختلفه والتنوع اللي فيها ده بتقعدوا تشتغلوا عليه وشورت ران ولونج ران؟ يعني بص يا مهندس وليد، مبروك مش رحمنا بصراحه. يعني شغلنا كتير. بص هقول لحضرتك حاجه، احنا نفسنا نعمل كل حاجه لاعضاء النادي حقيقي بجد، نفسنا نعمل كل حاجه. عندنا الحمد لله قماشه كبيره، عندنا تاريخ، عندنا من اول الجد لغايه الطفل، عندنا ثلاث فروع. فانت ان انت حتى لما تعمل ايفنت في فرع ده لحد دلوقتي ثلاث فروع لسه، ربنا كريم لسه يا رب ان شاء الله نعمل ايفنت في الاقصر كمان باذن الله قريب. فعارف يعني لا، في افكار كتيره ولسه في حاجات تانية جايه حتى لمحو الاميه الكبار. دي كانت حاجه في منتهى الاحترام، واتكلمنا عنها انا ونهاوند قبل كده اكتر من مره. الحقيقه دي كانت حاجه من المشاريع من احلى شيء محترم. من احلى البرامج. انت بتغير حياه شخص، مش بس بتقدم حاجه وقتيه، انت بتنقل له حياته نقله تانية خالص. يعني بالظبط، وهو اللي كان الاحلى ان هم العمال بتوعنا، احنا عمال النادي، فدي كانت ليها عارفه ليها كده بريق خاص كده، ان هم عمالنا اللي احنا كنا بنشوفهم واحنا صغيرين، احنا بنضيف لهم حاجه في حياتهم طبعا. فدي كانت حلوه قوي، ان شاء الله نعمل لهم احتفال قريب. واللي احلى كمان في ايفنت جاي، انا كنت امبارح في البروفا بتاعته، حاجه باذن ان شاء الله باذن الله تعالى هتبقى ابهار. الاطفال ذوي الهمم بتوعنا ولادنا احنا بقى هيعملوا ان شاء الله في شهر اكتوبر باذن الله مسرحيه. البروفا امبارح يعني حاجه خيال. كان في كلام من فتره على الموضوع لا وشغالين جامد عليه قوي، وامبارح وحركه وكواليس واطفال بيعدوا ويجوا. واللي احلى اللي احنا كنا بقى حريصين عليه ان احنا ندمج الاب والام معاهم، يعني امهاتهم هما اللي كانوا واقفين في الكواليس امبارح، هما اللي بينظموا الدخول وخروج الاطفال، فمشتركين. فكانت هتبقى ان شاء الله حاجه حلوه قوي، وهنعملها باذن الله شغل حلو. يعني اللي عاجبني قوي في يعني فيما يختص بلجنه ذوي الهمم، ان انتوا مش بتشتغلوا فعلا على الاطفال، لان هذه اللجنه او الملف ده مش خاص بالطفل المصاب مثلا او الشخص المصاب، هو الاسره كلها، فلازم يبقى في توعيه للاسره كلها كيفيه التعامل والاهتمام فانتوا واخدين ده من الزوايا الصحيحه بصراحه. قاعده معانا كده بالظبط. يعني حقيقي يوم الاثنين اخر اثنين من كل شهر بنعمل ورشه دعم نفسي للمواجهه للاولياء الامور، للام والاب، ان هم ازاي يتعاملوا مع اطفالهم. بيبص طبعا دكاتره متخصصين في الفيلد ده، علشان يعني نحاول ندي لكل الاطفال دول السبورت النفسي اللي محتاجينه، ما يحسوش بغربه في التعامل. فبنعمل لهم ورشه مخصوص ليهم، يعني بنشتغل على ذوي الهمم، على الاب والام، وعلى الطفل نفسه. حلو جدا. طب